دو سالو، جيسبر تكونوا مزيان على خير وبخير. مرحبا بكم في ماشين يوتيوب. اول حاجه غنبغي نقولها ونعاودها، شكرا بزاف بزاف على التفاعل ديالكم اللي ولا مؤخرا في القناه. ثانك يو سو ماتش. لا فيديو ديال اليوم كيف ما شفتوا من العنوان غادي نعطيكم ماشي الراي ديالي، ولكن الراي ديالي في المسلسلات الرمضانيه اللي هاد العام. انا اختاريت هاد المسلسلات لان انا ماما متبعاهم، حيت ما بغيتش نعطي الراي ديالي في شي مسلسل اخر اللي انا ديجا ما متبعاهمش، مي ان شاء الله غنتبعهم، يعني غنسي انني نتفرجهم في بيسي ولا شي حاجه. مي دابا غنعطيكم الراي ديالي في الحوايج اللي عجبوني، الادوار اللي عجبوني اكثر، اللي قنعوني اكثر، الحوايج اللي ما عجبونيش الى اخره. وبيان سور هذا كيبقى غير واحد الراي اللي بسيط بسيط بسيط، ومع العلم على ان جميع الفنانين اللي كانوا حاضرين او اللي جسدوا مجموعة ديال الشخصيات اللي كانت في هذه المسلسلات هما اصدقاء مقربين. سو انا بيان سور ما كنعطيش الراي ديالي في داك لا بيرسون، كثر ما كنعطي انا الراي ديالي في الشخصيه، واش الشخصيه قنعتني، واش اثرت فيا ولا ما اثرتش فيا، وفوالا هذا ما كان. سو ليتس جو. قبل ما نسالي اولا قبل ما نبدا الفيديو غنبغي نقول لكم الناس اللي مازال ما دارينش ابوني في القناه، بليز ديروا ابوني باش كنوصل القناه تقدر تكبر، ونقدروا هكا نبقاو نبارطاجيو مع بعضياتنا بزاف ديال الحوايج، بزاف الافكار، تقترحوا علي افكار، نقترح عليكم افكار ونطبقوهم في هذه القناه. وما تنساوش اهم حاجه، اهم حاجه هو انكم تفعلوا الجرس باش اون فوا نحط اول فيديو، زعما فاش نحط اي فيديو يوصلكم نتوما الاولى في النوتيفيكاسيون ديالكم ديال التليفون ولا في البيس على حسب باش كتكونوا كونيكتي. سو ما نطولش عليكم بزاف، خلينا مع الفيديو. اول مسلسل اللي هو المكتوب، اللي كانوا فيه مجموعه ديال الشخصيات، مجموعه ديال الفنانين اللي انا فريمون نقدر نقول لكم قرب لي اكثر من المسلسلات الاخرين. علاش؟ لحقاش المهم يعني عندنا واحد الصداقه قويه مجموعه ديال الشخصيات، يعني مجموعه الممثلين ماشي كاملين ولكن لا بلوبار ديالهم. سو جايين فريمون شويه صعيبه باش انني نعطي الراي ديالي هكا، مي لا مي لا بيان سور كنعطي الراي ديالي، الراي هكا راي بناء ايتو. دونك بالنسبه للمسلسل ديال المكتوب انا كنت متبعاه من ديجا من الجزء الاول، وكانت زوين بزاف ومازال زوين، مش منقولش هاد كان صافي ديغ مزوينش، بالعكس الاحداث كل شويه كتزيد تطور، بزاف ديال الشخصيات اللي تبدلوا، بزاف ديال الشخصيات اللي تعطف فيهم بزاف ديال الحوايج، تزاد فيهم شي حوايج زوينين. نبداو بالشخصيه نتاع ندى التاوي اللي هي نسيمه، اللي جات بنت المعطاوي الصغيره في المسلسل. في الجزء الاول الشخصيه اولا الدور ديال نسيمه كان شويه هكا، يعني فهمتي ما كانش قانعني بزاف، كنت كنقول او شاد، كنت كنقول زعما ماما في الجزء الاول ما كانش عاطيه، فهمتي بحال كانت كنقول مدلوله كنت هكا تبكي، ما كانتش كدافع على راسها. مي في الجزء الثاني عجبتني الشخصيه ديال نسيمه اللي تبدلات، واخا هي بانت شويه اوفر، بانت شويه سافيغ، مي الظروف اللي خلاتها انها تقدر تولي هكاك. سو الشخصيه ديال ندى قنعتني اكثر، اثرت فيا اكثر في الجزء. حسيت ان ندى عطات بزاف 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 ديال الحوايج اللي حتى انا ديجا كنعرف ندى، وكنعرف لو نيفو ديال ندى في التمثيل، وكنعرف ندى شكون صوري. في الجزء الثاني حسيت ندى اكثر اكثر من الجزء الاول، يمكن في الجزء الاول ديك الشخصيه اللي كانت كتادي ما عطاوهاش حقها باش انها تبين القدرات ديالها، مي في الجزء الثاني فريمون ندى كتحس بها هكا. واخا هي ديك الشخصيه ديال ندى اللي في الجزء الثاني ماشي هي الشخصيه ديال ندى اللي في الجزء، يعني ماشي هي الشخصيه الحقيقيه ديالها، حنا داك كيوت ظريفه ويتو، ولكن فاش كتعصب ندى السما تكون كتفرج هاد لا فيديو تفرج فيها غتعيط لي غتعيرني، ماشي مشكل تقول لي انا كنتعصب. مي بون، دونك في المسلسل ديال المكتوب عجبتني الشخصيه ديال ندى بزاف بزاف، لانه وقع واحد لو شونجمون. دونك فوالا ندى نحطوها ما بين الشخصيات اللي انا عجبوني ولا قنعوني. ودابا ندوزو الشخصيه اللي حتى هي قنعاتني واللي حسيت بان عطات اكثر في الجزء الثاني، اللي هي الشخصيه نتاع يوسف جوبونس، اللي مثلها او مجسدها ايوب ابو نصر. ايوب ابو نصر في هذا رمضان بغض النظر على المكتوب ولا على جميع الاعمال اللي شفتو فيهم، هذا رمضان بدع بزاف، هذا رمضان بان ايوب ابو نصر، عطى ايوب ابو نصر بزاف ديال بزاف ديال الحوايج اللي واعرين. ما عرفتش حسيت ان هذا رمضان كي خلاها لاخر
مسيطر. يمكن كان مسيطر في هاد رمضان هذا ابو نصر في لي غول في الشخصيات اللي تعطات له هاد رمضان. يعني كما غنقول لكم بغض النظر على المكتوب, يعني حتى في مجموعه ديال الاعمال اللي بان فيهم كان عطى بزاف. كتحس بان ايوب ابو نصر بان لاطوش نتاعو في هاد رمضان. بالنسبه للمسلسل ديال المكتوب انا كتجيني شخصيته واحد الشخصيه اللي ميمكنش يبان في شي لقطه وما تضحكش. عنده شي نقايم, عنده شي حوايج كيقولهم, راه داكشي كاتاستروف ليك. جقاصف يقصفوا الى يبالي. وبالعكس انا كيعجبني واحد العمل اللي ممكن مثلا في واحد الحلقه نخرجوا بواحد الكلمه اولا واحد الجوجمون اللي بقى راسق لنا في بالنا, اللي بقاو نتفكروا به ديك الحلقه. شحال ديال المقولات اللي قالهم اللي فريمون بزاف من انا كنقولها لكم كنهضر معكم دابا سيغمون تكونوا باقيين عاقلين. و بيان سور الناس اللي تكونوا عارفين, بيان سور الناس اللي مفرجين في المكتوب, حاولوا تكتبوا لي شي جمل قالهم ايوب ابو نصر في المسلسل ديال المكتوب الجزء الثاني اللي باقي لاصقين لكم في بالكم. داك لي نوت اللي كيبقى يقولهم للراجل اختو اللي جا في المسلسل اللي هو ايوب كريطا. دونك ايوب انا زعما عجبتني شخصيته في المسلسل, عجبني الاداء ديالو و جو بونس كو ابدع, وكنظن انكم نتوما كتوافقوني الراي. ودابا ندوزو الشخصيه ديال سليمه اللي هي سلوى زرهان. سلوى زرهان كانت كتبان واحد الانسانه اللي شريره في الجزء الاول اللي بزاف ديال الناس ما حملوهاش, بزاف ديال الناس كرهوها, ولكن في هذا الجزء تبدل الشخصيه ديالها اون جينيرال على حسب ما كيبان لحد الساعه في الحلقات. سلوى انا ما نقدرش زعما ندوي اكثر عليها اكثر من هكا. الحق سلوى ما محتاجاش ان نهضروا عليها بزاف باش نقولوا مستوى ديالها في التمثيل. بالعكس تبارك الله اي دور تحطت فيه كتبدع فيه. انا بعدا فهمتي كما قلت لكم كاملين صحابي, ولكن سلوى نقدر نقول لكم المهم باي دو كنت باغا نرقم لكم الارقام. بالنسبه لسلوى انا جو تروف كو 9/10 زعما نقدر نقط لها انا شخصيا انا 9/10 في الادوار اللي كيعطيوها سورتو في مسلسل المكتوب. راه كانوا شي حلقات اللي كما كنتوش كتفكروا ان هذاك راه مسلسل, يعني تقدروا انكم تسيقوها, لان ملي كتجيب اختي ديك الدموعي قولي لي انا كتجيب ديك الدموعي منين. المهم سلوى نقدر نعطيها 9/10 لحقاش فريمون بدعات. اما الشخصيه الثالثه الرابعه بلوتو اللي غادي ندوي عليها هي الشخصيه نتاع هند بن جباره. هند بن جباره هي صديقه انا كنشوف على ان في هذا الجزء الثاني ديال المكتوب ما عرفش جاني بحال انه ما كانش واحد التركيز, ما كانش واحد التركيز يمكن على هند اللي هي هند في المسلسل بزاف. ما عرفتش علاش, واش يمكن الحلقات الجايين عاد غادي يتم التركيز عليها ولا لا. مي بون ابارسا يعني هند انا جو تروف كو واحد لاكتريس اللي فريمون كتعرفش كدير, بدات من الزيرو ووصلت بزاف ديال الحوايج. مي اتمنى ان في هذا الجزء الثاني يتعطى ليها يتسلط عليها الضوء بزاف, لحقاش لحد ساعه في هذه الحلقات ما عرفتش علاش كنحس انه مازال ما مسلطينش على الاضواء بزاف. ما المهم جو بونس من القصه جو بونس بزاف الحوايج, ولكن حنايا غادي نتسناو. مي ابارسا هادشي لا يزعزع او لا ما كيحركش, يزعزع ما كيحركش زعما داكشي اللي انا كتبان ليا فيه هند. يعني هند تبارك الله عليها فيما حطيتيها خلاها الاخر كداوي الجرح. اي فيلم ولا اي عمل تحطت فيه زوين. واحد الحاجه انا اللي ما نهضر على شخصيه اخرى, ولكن واحد الحاجه اللي ما عجبتنيش انا اللي ما عجبتنيش في المسلسل كاين بزاف ديال الفنانين ما تعطى لهمش حقهم في هذا الجزء. بزاف الفنانين وكنظن ان حتى توافقوني الراي, وكيبقى هذا رايي شخصي بيان سور, بزاف ديال الفنانين ما تعطاهمش حقهم. بحال دابا كاين فنانين كبارين اللي فريمون وازنين الساحه, مثلا بحال دابا رفيق بوبكر تبارك الله عليه. انا كنشوف ان عرفتو كان ممكن تعطى ليه شي غول اخر, كان ممكن يتعطى ليه كان ممكن تعطى ليه بزاف ديال فهمتي, تعطى ليه واحد لو غول اللي واعر بزاف. مي حيت راكم عارفين رفيق بوبكر كبرنا معاه من صغرنا, كنحسوا ان فهمتي كاين ممكن تعطى له شي دور مثلا كوميك شي حاجه اللي
سي با شي حاجه دراما هكا فهمتوا يعني كل يحط واحد لو بوين ديالو في داك المسلسل. مي انا في المكتوب حسيت بحال لان ما تعطالوش حقه اكثر وكيف ما خصو يتعطى ليه. جاني بحال كدور ثانوي ومع العلم انك فنان كبير اولا ماشي كنقول كبير صافي فرانش كبير يعني في عنده قيمته في الساحه الفنيه جو بونس كما تعطالوش حقه بزاف مكتوب. هذه حاجه اللي انا رديت ليها البال بزاف في الجزء الاول ولا في الجزء الثاني وبحال المهم انا جو تخوف كيخصو يتعطالو حقه اكثر. ما حسيت ان ما عرفت كما انا هكا حسيت ان تيرمو انا كنحسن من داك الانسان وكبرنا معاه كاملين. مي جو بونس كو داك الدور اللي تعطى ليه ما كيخصو يتعطالو شي دور اخر اللي يبان فيه الشخصيه او اللي يبان فيه الميزات ديال داك الانسان لحقاش فنان كبير ويحترم. اما بالنسبه للدور ديال سكينه دربيل صراحه عجبني. جايه انسانه اللي هكا مهتنه ترونكيل كاين تطور حسيت انا كاين تطور يعني في شخصيتها ما بين الجزء الاول والجزء الثاني. مي عندي احساس ان في هذا المسلسل يقدر ما عرفتش كنقول لكم يقدر ان تبدل ما عرفش حسيت انها تقدر انها تتبع الباتول الباتول نخلي شخصيتها هي الاخرى ندوي عليها. ما حسيت ان الشخصيه ديال سكينه درابيل مشات لي سميتها في المسلسل حسيت انها شخصيتها تقدر تبدل ما عرفتش حسيت بانها تقدر تقلب. المهم هذه من ناحيه. حاجه اخرى كاين شخصيه نتاع سكينه بلوتو ديال ماما هند اللي هي دنيا بوطازوت. ما كنشوف ان دنيا بوطازوت لا في الجزء الاول ولا في الجزء الثاني بقى لو ميم يعني بقى الميم بيرسوناج. حسيت ان ما كاينش واحد التغير ما حسيتش ان تزادوا اضافات يعني بقات في ميم في نفس حليمه بقات في نفس البيرسوناج ما تزاد حتى شي اضافه يعني ما كاين حتى شي تغيير ما بين مقارنه ما بين الجزء الاول والجزء الثاني. وكنظن انكم توافقوني الراي وجو بونس كو احسن انا جو بونس كو هذا الشيء يمكن المخرج خلاها في نفس كنقول بزاف ياكم خلاها في نفس كي كنقولوا في نفس الشخصيه باش كل صامي يدوخوش المشاهد. وانا جو بونس كو حيتاش لاجينا نبدلو الشخصيات كاملين كل واحد نقلبوه راه ما غاديش نساليو. بالنسبه لاش كيقولوا ليه مشات لي سميتو بالنسبه للشخصيات الجداد اللي ضافوا المسلسل حيتاش قبل ما يبدا المكتوب كنا كنسمع ان يقدروا يزيدوا شخصيات جداد يقدروا يزيدوا شي اضافات وكنا كنقولوا عندك يزيدوا شي شخص كنقولوا عندك يزيدوا شي شخصيات اللي يبدلوا المجرى ديال المسلسل ويخربقوا المسلسل حيتاش كان كلشي متخوف من الجزء الثاني. ولكن الاختيارات ديال المخرج كانوا في المحل ديالها حتى زادوا اسماء اللي موازنين في الساحه الفنيه ولا عطاو مجموعه ديال الاضافات للعمل ديال المكتوب وزعما هما انا قنعوني في الادوار ديالهم. واحد الساعه مازال يعني مثلا حنا دابا يلاه في النص ديال شهر رمضان دونك ماشي في النص مهم يعني ضربنا واحد 10 ايام سو مازال غادي تبدلوا بزاف ديال الاحداث. وفوالا كان هادو نسيت واحد شخصيه اخرى كاين لبنى شكلاط وكاين ايوب قريطاع اللي ايوب قريطاع حسيت بهم تكرفصوا عليه في هذا المسلسل بزاف شمع غير سبان. انا صراحه انا اتعاطف معاه مع الشخصيه ديالو بيان سور لاخاش المهم هادشي كيبقى كامل غير تمثيل. و انبغي جوست نوجه تحيه للبنى شكلاط صديقه ديالي من هنايا نقول لها ابدعتي وتبارك الله عليك وان شاء الله يا ربي ديما نشوفك موفقه من القدام. جيسبر بيان ما كنتي حتى شي حد ياكم نسيت حتى شي حد عرفتي شكون نسيت الباتول ونسيت انس الحمدوشي او مريم زعيمي وانس الحمدوشي اللي هو مهدي والباتول. بالنسبه لانس واعر انس خطير في التمثيل غير هو في الجزء الثاني حسيت ان بحال البلان ديال هند ما مسلطش عليه الضوء بزاف حيت مازال ما باليش بزاف ديال الحلقات ولكن مازال المجرى ديال المسلسل
يعني زي ديال القدام، مي انس خطير، انس واعر. انا كيعجبني انس فاش كيكون كيشرب قهوه، واخا في الجزء الثاني مابقاش كيشرب قهوه ولا كيشرب حاجه اخرى. فاش كيبقى يشرب هكا قهوه كيتكونسونطرا، خطير. كتعجبني انا هاد اللقطه بالضبط، لحقاش كيتقنها وكيسرع عاد دغيا يقدر يكون جالس معاك بحال هكا وتقول له دير لي ديك الدور، طق يدير لك ديك الدور. بالنسبه لباتول اللي هي مريم زعيمي، خلاص مريم زعيمي يعني الفنانه الغنيه التعريف، ما نقدرش انني نعطي رايي فيها لحقاش كتقن الادوار ديالها. غير هو ما عجبنيش داك لو داك في المسلسل، ما عجبنيش داك لو تروك ديال عرفت داك دو وجهين نتا على واحد يعني تبدل شخصيتها، داك الشخصيه ديال دو وجهين دو وجهين اش كنقول، فهمتوني ياكم؟ يعني كيكون كنقول عندها جوج وهي ضحكه مع الاخرين، ولكن اون ميم طون كتبني ليهم فخاخ الفخاخ. يا ربي هاد الفيديو ما غيكملش غير ندير شي كاريته. المهم كتبني ليهم افخاخ انا واعره، فهمتوني؟ انا جو دير تيست شو جونغ ديال الناس، لحقاش كانوا بزاف ديال الناس دايرين بالحياه ديالي انا بحال هكا، كيكونوا ظريفين وكيوت معاك ولكن ما في ظهرك اش كيديروا. سو انا الشخصيه ديال الباتول، انا احترم مريم زعيمي، ولكن الشخصيه اللي تعطات لها في الاداء انا كنكره ديك الشخصيه، يعني ديك الشخصيه ديال ديك الانسان او الانسان اللي كيدير مبيض بحال هكا. سو كنتمنى انني نكون ما نسيت حتى شي حد. وانا بوغ موا فهاد الجزء الثاني لي كود كور نتاع المسلسل المكتوب هما ايوب ابو نصر اللي هو يوسف، سلوى زرهان اللي هي سليمه، وندى الداوي اللي هي نسيمه، كنت غادي نهرس الصبع ديالي. دونك هادو بوغ موا هما اكثر ناس قنعوني في الجزء الثاني ديال المكتوب، مع احترامي جميع الفنانين اللي كما قلت لكم راهم كاملين اصدقاء، وانا كاملين غنصيفط لهم هاد لا فيديو، وكاملين غادي يعني غنبغيهم يشوفوا رياكشن ديالي على المكتوب. و ولكن كما قلت لكم انا كنجوجي بوغ الادوار، فهمتوني؟ سي با بوغ زعما لو بيرسون نفسه. دونك انا اللي جاوني بدعوا ولا يمكن تالقوا بزاف مسلسل المكتوب كيف ما قلت لكم، هما ايوب ابو النصر، سلوى زرهان، وندى هداوي. سو فوالا هذا ما كان، و فوالا كيف ما شفتوا وصلنا لنهايه ديال لا فيديو ديالنا اليوم. جيسبر بيان ان هذا الكونسيبت او هذه الفكره هذه تكون عجبتكم، ديروها في رمضان. ما قدش ندير لكم فيديو فيه ثلاثه ديال المسلسلات لحقاش كل واحد راه كنهضر فيه بزاف. سو ان شاء الله الحلقه الجايين غيكونوا فيهم نهضر لكم على كاينه ظروف، ونهضر لكم على سلامه ابو البنات. ولا كانت عندكم شي مسلسل هنايا خليوه ليا باش كنصا ندخل نتفرج فيه ونعطيكم الراي ديالي فيه. وكيف كنقول لكم دائما شكرا بزاف لحقاش شبعتوني حتى لهنايا. لوف يو اول، باي باي.